استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية الفلسطينية إغلاق السلطات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي الشريف في مدينة الخليل جنوبية الضفة الغربية المحتلة أمام المصلين المسلمين مقابل فتحه أمام المستوطنين للاحتفال بعيد ديني يهودي. وأكدت الوزارة في بيان صحفي لها استنكارها لما وصفته بالإجراء الاحتلالي، منوهة أن الحرم الإبراهيمي الشريف مسجد للمسلمين وأنه لا يحق لغيرهم التواجد فيه، وأن إغلاقه يمس مشاعر المسلمين وينتهك القوانين الدولية.